من جديد نصحبكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. أهلا بكم سادة المشاهدين الكرام، وفيها الحديث عن التظاهرات المستمرة في أكثر من محافظة. في البداية سنتجه وإياكم إلى البصرة، حيث التظاهرات الجوالة في مناطق متعددة من المحافظة، وشباب البصرة يحاولون الاعتصام على غرار المثنى والناصرية. بعد ذلك نذهب إلى موضوع ضحايا التظاهرات الجارية من قتلى وجرحى ومعتقلين، وكيف أن عربات تابعة للحكومة تعتقل متظاهرين وتدهس بعضهم. ثم نذهب بعد ذلك إلى السماوة في محافظة المثنى، وهناك المعتصمون ينشدون موطني في ساحة الاعتصام. والختام سيكون مع استمرار الاعتصام في الناصرية لليوم السابع على التوالي، في الوقت الذي تتهم الحكومة الحالية المتظاهرين بأنهم مندسون ومدعومون من جهات خارجية. أهلا بكم. البداية إذن من محافظة البصرة، حيث يتواصل تدفق التظاهرات الجوالة في مناطق متعددة من المحافظة. نتابع. شباب البصرة أيضا حاولوا وما زالوا يحاولون الاعتصام على غرار ما يحصل في المثنى والناصرية. أيضا ما زال متواصلا اعتصام أهالي ناحية صفوان في محافظة البصرة. نتابع شيئا من اللقطات التي سجلت في الساعات القليلة الماضية من خلال شباب
نشروها عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. البصرة تنادي، سبورة تنادي، البصرة تنادي، تقريبا ميلادي، تقريبا ميلادي، لن نرضخ ابدا، لن نرضخ ابدا، لن نكفر مددا، بالفاس تنصر، بالفاس تنصر، ابناء السلطة، ابناء السلطة، حكام الدولة، حكام الدولة، وضع الدستور، وضع الدستور، كل الأحزاب، كل الأحزاب، أحزاب الجيفة، أحزاب الجيفة، والرواتب حيفة، البلد المجلس، وغزلنا المجلس، عنوان الثورة، عنوان الثورة، عنوان الثورة، عنوان الثورة. من مرتدي مواقع التواصل الاجتماعي شباب عراقي وصفوا القرارات الحكومية بشأن الاعتداء على المتظاهرين بأنها قرارات لن تثمر. الصورة القادمة تبين لكم جانبا من الأسباب التي دعت الشباب يعترضون. هذه الصورة هي لقرار حكومي يهدف في مضمونه شكليا إلى ضرورة محاسبة العربة التي نشر شباب عراقي بأنها تسببت بدهس الكثير من المتظاهرين، لكنهم وصفوا مثل هذه البيانات والقرارات الحكومية بأنها لا تساوي الحبر الذي أسيل من أجل كتابة هذه القرارات. ودليل ذلك مشهد العربات، عربات عسكرية تتسبب بقتل وجرح عدد من المتظاهرين دهسا. تعالوا نتابع حتى نعلم لماذا نظر بعض مرتدي وسائل التواصل الاجتماعي لمثل هذه القرارات الحكومية بأنها قرارات لا فائدة منها ولا طائل. نتابع. الآن نذهب وإياكم إلى مقطع يوثق تشييع ضحايا من مدينة كربلاء قتلتهم القوات الحكومية. تعالوا لنشهد الغريب في المقطع المصور وحاولوا أن تنصتوا جيدا للمعلومة التي يريد المتحدث أن يوصلها إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن من تشييع الشاب مالك العرداوي في محافظة كربلاء الذي قتل على أيدي الجيش العراقي في تظاهرة يوم السبت الماضي، الذي أصيب بطلقة في الرأس من قبل أفراد الجيش العراقي. السلطة القمعية البوليسية في محافظة كربلاء تقتل 3 شهداء من المتظاهرين وتصيب 37 متظاهر سلمي بالعيارات النارية. اليوم الجيش العراقي يوجه الرصاص إلى صدور الشباب المتظاهرين في محافظة كربلاء. هذه رسالة إلى شيوخ العشائر وإلى رجال الدين وإلى المرجعيات وإلى وكلاء المرجعية الرشيدة في محافظة كربلاء، الشيخ عبد المجيد الكربلائي والسيد أحمد الصافي. لحد الآن ما شفنا أي استنكار معكم. ولدكم يقتلون بمحافظة كربلاء بالرصاص الحي وشايلين العلم العراقي، وما شفنا أي استنكار معكم، في حين يقتل متظاهر في البحرين. نشوف الدنيا تقوم وما تقعد بعد. القنوات تنقل والاستنكارات في خطب الجمعة ونزولكم إلى الشوارع ودعواتكم إلى التظاهرات، أنتم وكل المعممين في العراق. لكن للأسف اليوم الدم العراقي أصبح رخيص، الدم الكربلائي أصبح رخيص.
شاهد عيان آخر أو متحدث آخر نشر المقطع الذي صوره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وقال إنها جنازة لأحد متظاهري الناصرية وخرجت بسرية تامة من المستشفى. تعالوا نستمع إلى شهادته معا. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن جنازة أحد المتظاهرين في الناصرية الذي قتل بالرصاص الحي يوم الأحد الماضي، الآن يخرجونها بسرية تامة بدون ما حد يدري من مستشفى الناصرية. الآن هذه الجنازة تخرج ولا أحد معها غير اثنين من المستشفى مع قوات حماية أصوات، وخرجونها وتمطمونها أمام الإعلام. هذه الجنازة مستمرون، وثورة الجياع ستنتصر. دعونا الآن بعد هذا المقطع الذي شاهدناه نشاهد وإياكم مجموعة التقطت سراً، مجموعة من الصور التقطت سراً. ستعرض الآن أمامكم هذه الصور. طبعاً هذه الصور لشباب يافعين أو فتية من المشاركين في مختلف التظاهرات تحديداً في محافظة ذي قار، وهذه الصور التقطت خلسة داخل أحد السجون الذي يتواجد فيه أو يحتجز فيه عدد من الشباب العراقي، وسربت لتثبت أن هناك من يهتم ببناء السجون وبفتح السجون أمام الشباب العراقي، والهدف من ذلك هو محاولة قمع التظاهرات لا أكثر من ذلك ولا أقل. الآن نشاهد وإياكم رداً لمواطن عراقي وكيف تعامل مع مطالبات إيرانية نادت بضرورة تعويض الإيرانيين عن الحرب مع العراق. تعالوا نستمع إلى أبرز ما جاء في كلمته. شلونك عمو؟ إيران بالنسبة لإيران تريد تعويضات الحرب العراقية الإيرانية، يقولون كل شيء ما نعطيكم، انتم جبتونا انتقام بحثيه هنا، جبتونا دول المرتزقه الاحزاب حزب الدعوه العميل وقوات بدر، دول عملاء كلهم اجوا منك، هم اللي خسروا العراق. شيء ثاني ما نعطيكم اي تعويضات، وهاي الجماهير هاي السماوه كلها طالعه هنا بالساحه الاحتفالات. كان هذا بمدينة السماوة بمحافظة المثنى، وفيها أيضا المعتصمون أي في السماوة ينشدون نشيد موطني في ساحة الاعتصام. كان الله في عون هؤلاء الشباب وحقق لهم ما يصبون إلى تحقيقه. الاعتصامات مستمرة أيضا في الناصرية وتتواصل لليوم السابع على التوالي. حي الناصرية، حي حي الناصرية، حي الناصرية، طاقتها الحرامية، حي الناصرية، حي حي الناصرية، وصت الخطيه، ايو حي الناصريه، ايو حي الناصريه، الجمعه مباركه وذي قار ويانا، الجمعه مباركه، الجمعه مباركه، دافع للفقير كثرت احزانه، دافع للفقير كثرت احزانه، كل ذي قار حي اليوم فرحان، كل ذي قار حي اليوم فرحان، الجمعه مباركه، جمعة مباركة للجماهير، جمعة مباركة، جمعة مباركة، الله وياك يا عباد.
هادي التكسة على حسابي. الله وياك يا غالي والتكسة على حسابي. الله وياك يا غالي والتكسة على حسابي. حيو حيو الناصرية حيو حيو الناصرية حيو حيو الناصرية. أمي وصلت الخطية حيو حيو الناصرية حيو حيو الناصرية. الهزيج التي يطلقها المتظاهرون على هيئة هتافات ليست مجرد مقاطع غنائية فحسب، وإنما لها آراء وفيها الكثير من الموضوعات الموجهة لأصحابها. هزيج المعتصمين في الناصرية حملت الأحزاب الحاكمة مسؤولية ما يجري على الأرض وفي مختلف الميادين والمناطق والمحافظات من أحداث لا تزال في تصاعد متواصل. وطن ودمرتونا انتم شبعت وجوعتونا انتم شبعت وجوعتونا. ساعة السودة من جيتونا ساعة السودة من جيتونا سودة وقت وطننا ودمرتونا. غلطنا وانتخبناكم يا يوم الأكشر من عرفناكم يا يوم الأكشر من عرفناكم. أنتم شبعتوا جوعتونا أنتم شبعتوا جوعتونا. ساعة السودة من جيتونا ساعة السودة من جيتونا. صوتك صوتك جيتونا وقت وطننا ودمرتونا. جسر طايح ما تعدلونا شارع محفر ما تبرطونا. الجسر طايح ما تعدلونا شارع محفر ما تبرطونا. انا اشكل الله ويدرب الحال انا اشكل الله ويدرب الحال. حكمة وطننا كلها نشال حكمة وطننا كلها نشال. ساعة السود صوتك صوتك ودمرتونا. ساعة السودة من عرفناكم ساعة السودة من عرفناكم. غلطة غلطنا وانتخبناكم غلطة غلطنا وانتخبناكم. وصلنا إلى الموضوع الذي انتقيناه لكم في فقرة آراءكم لعدد اليوم، وفيه المتحدث الرسمي باسم ميليشيا النجباء هاشم الموسوي يهدد بتصعيد الوضع الأمني في العراق والمنطقة تحت مزاعم ضرب مصالح الولايات المتحدة وفاء لإيران. نشاهد المقطع ومن ثم نقرأ عليكم بعض ردود عدد من مرتدي مواقع التواصل في العراق وكيف علقوا على كلام الموسوي. نتابع ثم نذهب إلى التعليقات. وإذا حدثت لا سامح الله أي حرب على الجمهورية الإسلامية وتطاول الأحمق ترامب فجميع المصالح الأمريكية في العراق وفي أي مكان يتاح لنا سوف تكون من أهدافنا الاستراتيجية في الحرب القادمة. هذا وفاؤنا لإيران، هذا ديننا لإيران، هذا موقفنا لإيران لا غيره. دماؤنا دماءهم، أرواحنا أرواحهم. علاقتنا المذهبية والتاريخية والحضارية توجب لنا الدفاع عن كل المسلمين في العالم. الآن نذهب وإياكم إلى قراءة في أبرز التعليقات من شباب عراقي عبر موقع فيسبوك وكيف تعاملوا مع هذه القضية. في التعليق الأول نقرأ ما كتب آدم، يقول: الأحزاب الشيعية المعارضة لصدام كانت تدعم الحصار على العراق وتحث أمريكا على تقوية الحصار الذي جوع ملايين العراقيين، واليوم هم ضد الحصار الأمريكي على إيران بحجة ضد تجويع الشعوب. إيرانيون أكثر من الإيرانيين أنفسهم. آدم يرى أن الموسوي ومن هم على شاكلته
يعدون إيرانيين أكثر من الإيرانيين أنفسهم ويقولوا إنهم من كان يدعم الحصار ضد العراقيين في السنوات الماضية التي سبقت بقليل الاحتلال الأمريكي للعراق. نتابع تعليقا جديدا. في التعليق التالي أحمد يكتب: زينو ليش هالقد زعلان؟ ما تزعل لعد على أهل البصرة من ما تعطش، والله أنت لا يوجد لك وصف أوصفك به، بس طبعا تزعل غير همه ولأمرك وباب رزقك. هذا الشاب يتكلم بلسان العارف بحقيقة ما يقف وراء مثل هذه التصريحات، ويقول له: إننا عرفناكم وكشفناكم، موجها كلامه إلى الموسوي. إلى التعليق الثالث الآن. في التعليق التالي سعد أحمد يكتب: إيران سبب دمار العراق وسوريا واليمن ولبنان، إنها زرعت الشر في كل مكان، وحان الوقت لإسقاط حكم الملالي الذين عاثوا في البلاد الفساد والقتل والدمار. على كل اللعنة على كل من يعارض العقوبات الأمريكية وعلى إيران. سعد طرح أسماء الدول العربية التي امتدت إليها يد النظام الإيراني، وكيف أنها عاثت في البلاد العربية والإسلامية فسادا، وكيف أنها تحب أن تعيش المنطقة العربية حالة من اللا استقرار. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي محمد يكتب: ما تروح تعيش بإيران، دمرتونا إيران، جابت الأحزاب اللي نهبتنا، صار 15 سنة كل مشاكلنا بسبب إيران. محمد موجها كلامه للموسوي يقول له: اذهب وعش في إيران طالما أنك تدين بالولاء والوفاء إلى إيران، وتقول إن دمك هو دمهم، اذهب وعش معهم. إلى التعليق الأخير. في التعليق الأخير حسين الشريف يكتب: أين حميتك هذه على من دمر العراق وأثار فيه الفساد المالي والإداري وقسمه بين أفسد فساد الأرض؟ أين أنت من مظاهرات الشعب المغلوب على أمره المطالب بحقوقه؟ سؤال برسم الإجابة من هذا المواطن إلى الموسوي وجميع من هم على شاكلته كما يقول، وتبقى الإجابة مشفوعة لقادم الأحداث في قادم الأيام. إلى تويتر الآن. أنا عراقي، أنا مع الثورة، هذا هو الوسم الإلكتروني الذي نشط خلال الساعات القليلة الماضية. نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي اخترناها لكم والتي اختتمت بهذا الهاشتاج: أنا عراقي، أنا مع الثورة. في التغريدة الأولى أبو فاطمة الربيعي يكتب: تحية إجلال لكل عراقي ساهم بالثورة، والرحمة للشهداء، وكل العار لسياسي الصدفة، ولكل من صمت حفاظا على سلطانه وخوفا من الجار. أنا عراقي، أنا مع الثورة. أبو فاطمة الربيعي أوصل التحية لمن يقومون على التظاهرات ويواصلون الاعتصامات حتى اليوم، وتمنى الرحمة لكل ضحايا هذه الأحداث المستمرة، إضافة إلى أنه عبر عن استيائه من أولئك الذين يظلمون الشعب العراقي ويواصلون قمعه واضطهاده. إلى تغريدة الثانية نذهب وإياكم. وكتبتها فدوى، تقول فدوى: سنحيا بعد الظلم يا وطني ربيعا، كأننا لم نذق بالأمس مرا. هذه السيدة العراقية التي تأمل مستقبلا خيرا من وراء إصرار الشباب العراقي، وتقول إن بعد هذه السنوات المرة والعجاف التي عشناها لابد أن نرى ربيع قادم. إلى التغريدة الثالثة نذهب وإياكم الآن. إلى التغريدة الثالثة وكتبتها زينب، تقول زينب: أفواهنا لا تصمت، وإن سلبت أرواحنا وهدرت دماؤنا لن ولم نصمت عن حقنا، ما ضاع حق وراءه مطالب. أنا عراقية، أنا مع الثورة. زينب تقول إنها مع الحراك المتواصل في الشارع. دعونا نذهب الآن إلى التغريدة الأخيرة المتبقية معنا، وكتبها دكتور أو دكتورة سارة، كتبتها تقول سارة: مطالبنا تغيير النظام بالكامل، إخوان الحرامية ما ينطلب منهم ماء كهرباء. طبعا مشاهدينا الكرام، الرسالة التي أرادت الدكتورة سارة إرسالها يبدو أنها ينبغي أن تكون قد وصلت: لا نريد هذا النظام. هذا ما قالته، تقول: المسألة ليس فقط مسألة كهرباء وماء، وإنما هي مسألة وطن. هكذا قالت سارة وكثير من العراقيين. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام ما لدينا في تواصل.com لهذا اليوم. أشكركم وإلى اللقاء.